بعد انتهاء العطلة الصيفية وعودتها للمدرسة، لاحظت تالا اختلافاً واضحاً طرأ على أجسام صديقاتها. استغربت لأن هذه التغيرات لم تطرأ عليها مثل صديقاتها. فتحت كتاب علم الأحياء للصف التاسع وقرأت في درس جهاز التكاثر الأنثوي ما يرضي فضولها وينهي استغرابها، فقد عرفت أن هذه التغيرات في طريقها للظهور عندها أيضاً، فهي تظهر في سن البلوغ الذي يختلف من أنثى لأخرى ويتراوح ما بين 11 و13 عاماً، وهذا يتعلق بنضج الجهاز التكاثري الأنثوي. يتكون الجهاز التكاثري الأنثوي من غدتين تقعان أسفل تجويف البطن، هما المبيضان، وجوف عضلي يشبه ثمرة الإيجاص يقع أسفل البطن يستقر فيه الجنين هو الرحم. تصل بين الرحم وكل من المبيضين قناة ناقلة للبيوض، تتوسع القناة بالقرب من المبيض لتشكل البوق، يتضيق أسفل الرحم ليشكل ما يسمى عنق الرحم الذي يتصل بإنبوب عضلي يسمى المهبل، ينتهي بالفوهة التناسلية. يقوم المبيضان بإنتاج الأعراس الأنثوية بعملية الانقسام المنصف. تختلف العروس الأنثوية عن العروس الذكرية، فهي كبيرة الحجم بالنسبة للنطاف وغير متحركة ذاتياً، وتسمى العملية التي يتم بها تحرير العروس الأنثوية من المبيض بالإباضة، إذ يتلقفها البوق عند خروجها من المبيض ويقوم بتوجيهها نحو القناة الناقلة للبيوض، حيث تساعد الأهداب المبطنة للقناتين على تحريك العروس الأنثوية باتجاه الرحم. تتجدد بطانة الرحم شهرياً منذ سن البلوغ، حيث تزداد سماكة هذه البطانة لاستقبال البيضة الملقحة وتغزر فيها الأوعية الدموية والمفرزات المخاطية. فإذا حدث إخصاب للعروس الأنثوية عن طريق اتحاد النطفة معها يتم الحبل، وإن لم يحدث إخصاب تنسلخ البطانة وتتمزق الشعيرات الدموية فيخرج الدم عبر المهبل نحو خارج جسم الأنثى بعملية تسمى الطمث. تحدث هذه العملية بشكل دوري كل 28 يوماً، حيث تطرأ على المبيض وبطانة الرحم تبدلات دورية منذ الإباضة وحتى الطمث. تسمى هذه التبدلات بالدورة الجنسية، حيث تنتج عروس واحدة فقط كل 28 يوماً بالتناوب بين المبيضين بدءاً من سن البلوغ وحتى سن الإياس أو اليأس، ما بين 45 و50 من عمر الأنثى. لا تقتصر وظيفة المبيضين على إنتاج الأعراس الأنثوية، فهي إضافة لذلك تقوم بإفراز الحاثات الجنسية الأنثوية وتلقي بها في الدم مباشرة، ما يجعل من المبيض غدة مختلطة. لهذه الحاثات الأنثوية دور مهم في ظهور الصفات الجنسية الأولية التي تتجلى بتشكل الأعضاء الجنسية قبل الولادة، وظهور الصفات الجنسية الثانوية التي تظهر بعد سن البلوغ والتي تتجلى بنمو الأعضاء الجنسية ونمو الثديين وتزايد نمو عظام الحوض وظهور الشعر في بعض مواقع الجسم، إضافة إلى إنتاج الأعراس الأنثوي. بقي أن نذكر لكم أن التغيرات التي تحدث في مستويات الحاثات في سن البلوغ سواء في جسم الإناث أو الذكور تسبب زيادة إفراز الدهون، وهذا يتسبب في انسداد مسامات البشرة وظهور حب الشباب. وللتخلص من حب الشباب ينصح عادة بتنظيف البشرة يومياً بصابون لطيف لإزالة الزيوت الزائدة وعدم ضغط البثور، لمنع انتشار الجراثيم وعدم لمس الوجه والحد من التوتر العصبي. ولا ضير من التحدث مع طبيب لمعرفة المزيد من استراتيجيات علاج حب الشباب.